التوازي مع تشكيل محكمة عراقية أو قرار الحكومة العراقية بتشكيل محكمة عراقية خاصة بمكافحة الفساد، هناك توعد من مجلس القضاء الأعلى بتقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء، محاسبة من قتل المتظاهرين. هل هو حديث في الهواء لامتصاص الغضب أم ننتظر فعلا إجراءات وخطوات جدية للوصول لمحاسبة من قتل المتظاهرين؟ وهذه الأعداد الكبيرة المؤسفة، أكثر من 400 قتيل وأكثر من 15,000 جريحا خلال الشهرين الماضيين. لا فعلا مجلس القضاء الأعلى يمضي بهذه القضية فعلا، ولكن مجلس القضاء الأعلى هو ليس يعني جهاز تنفيذي حتى يذهب بإمساك هذا وبإمساك ذاك، لابد أنه السلطة التنفيذية يعني الجهاز التنفيذي هو من يذهب ويتولى الاعتقالات ويتولى يعني القبض على كل من أساء، وبالتالي يقدم إلى القضاء والقضاء جاهز، يعني سواء من يعني توفرت عليه الأدلة بقتل متظاهرين أو بقتل أناس أخرين، يعني حتى المنظومة الأمنية اللي تعرضت أيضا تعرضت من قبل إطلاق نار من مجموعة تحاول يعني إسقاط التظاهرة وإسقاط حقوق العراقيين، قد تكون أنه داخلية وقد تكون إقليمية أو دولية، هذا الأمر يعني طبيعي يحدث في استغلال الأزمات ويحدث في استغلال يعني كثير من المعطيات على الأرض، ولكن اليوم احنا المتكئ الوحيد الذي يجب ان نتكئ عليه كعراقيين اللي هو القضاء العراقي والركون الى القضاء، ولكن هذا القضاء هناك فصل في السلطات، اذا كانت السلطة التنفيذية لا تستجيب لدعوات القضاء، يعني القضاء لا يستطيع ان يحاكم بدون ان توصل له السلطة التنفيذية وتتعاون معه وتوصل اليه المتهمين. هذا بشكل عام صحيح، يعني انه لابد انه ان يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذيه والقضائيه، ولكن القضائيه لا يمكن لها ان تشرع باي شيء ما لم تكن هناك مبرزات جرميه وفق التعبير القانوني، وقد انه يكون هناك بعض يعني المجامله في مواضع من مواضع التعاطي السياسي، بس ما في مجاملة على حساب الدم العراقي، هنا القضاء هو المسؤول، هو من تعصب في رأسه هذه القضية، وإلا يعني نذهب إلى فوضى عارمة وبالتالي كل يعمل بما يحلو له ويصبح العراق يعني شريعة غاب أو ساحة من ساحات اللامركزية، لا أعتقد ذلك، نعول على القضاء كثيرا، ولعل القضاء قد يلملم جراحات العراقيين في القادم من الأيام ويعول عليه في أن يكون هو صاحب الكلمة الفصل في الاختلاف السياسي اللي قد نشهده خلال الأيام القادمة. هذه هي مسؤولية القضاء، وإلا قد يجامل سياسيا أحيانا في قضايا يعني لا تضر بالمواطن، ولكنها لا ترقى إلى أن تجامل على دم المواطن العراقي.